ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في حلقه جديده من بيت سبوت. انا جورجيوس والنهارده هنبدا في الليزر. عايزين من الليزر ده الجزء العملي اللي هينفعنا احنا في الشغل بتاعنا. طيب اول حاجه الليزر ده لايت امبليفيكيشن اوف ستيميوليتد ايميجن اوف راديشن. ده بيشرح لك الخمس حروف دول اختصارات لطريقه عمل الليزر. طيب ندخل في المهم. فيسيولوجيكال افكت اوف الليزر، اول حاجه بيعملها فاسيليتيشن في الووند اند فراكشر هيلينج، وهنشرح بالتفصيل كل واحده فيهم. تاني حاجه البين كنترول ونيرف كوندكشن اند ريجينريشن، ليه انتي انفلاماتوري افكت، ليه انتي ايديما افكت، ليه بيعمل امبروفمنت للسيركيليشن. وبصراحه الليزر ده جهاز يعني مهم جدا في العياده، مهم جدا جدا بسبب فوائده دول. طيب اول حاجه الفاسيليتيشن اوف الووند هيلينج، بيحسن لي جدا جدا السيلولار ميتابوليزم والاي تي بي برودكشن، بينتج الاي تي بي بكميه رهيبه، بيشغل لي اليوكوسيتيك والفاجوسيتوزيس والفايبروبلاست. الليكوسيتيك دي مهمه جدا زي ما احنا عارفين في الاميون سيستم، وهي والفاجوسيتوزيس، لكن الفايبروبلاست علشان تحسن لي الريجينريشن. تمام، يعني هو بيخلي لي لما بيبقى فيه وونت بيروح يحسن لي المناعه ويحسن لي الريجينريشن بتاع المكان بالفايبروبلاست. بيحسن لي جدا السيل ديفيجن، ده غير انه بيحسن لي الار ان اي ويحسن لي التنسايل سترينث، وبيعمل لي امبروفنج للسيركيوليشن، بيحسن لي البلد اللي رايح للمكان. بعد كده بيسرع لي البون هيلينج. بصوا في الصوره دي هنلاقي ان في ويك 1 بيحصل هيماتوما، في ويك 2 بيحصل سوفت كالس، في ويك 4 لغايه 16 بيحصل هارد كالس، وبعد كده بيحصل الريمودلنج. امال هو بيعمل لي ايه في الموضوع ده؟ هو بيحسن لي البلود فيزلز فورميشن، بيزود الكالسيوم ديبوزيشن، الكالسيوم اللي بيستخدمه في الكالس، فبالتالي يسرع لي الهيلينج. حاجه تاني زي ما قلنا ان هو بيزود الفايبروبلاست والكوندروسايت اكتيفيتي، دي كلها حاجات تخلي لي الهيلينج بتاع البون يسرع جدا. في اي عياده في نوعين ليزر، يعني في انواع كده طالعه جديد، بيبقى الكاستم محطوط وانت بتحط الليزر عليه، هو الكاستم موجود علشان يسرع لي الهيلينج بطريقه اسرع من الطبيعي. تمام، يعني احنا عندنا الليزر انواع، في ليزر بيتحط من غير كاست، وفي ليزر بيتحط والكاست موجود بيسرع لي البون ريمودلنج والبون هيلينج. بعد كده في البين موديوليشن بيقلل لي البين عن طريق ان هو بيزود لي البيتا اندورفين والسيروتونين اللي بيدخلوا في دايره الاوبيويد سيستم، واللي احنا قلناه قبل كده في الحلقه بتاعه التنس. بعد كده بيزود لي النيرف كوندكشن اند ريجينريشن. طب اللي فات ماشي، لكن ازاي بيحسن لي الكوندكشن وبيعمل ريجينريشن؟ الليزر بيروح يودي لي الاكسجين والنيوتريشن للمنطقه اللي فيها مشكله بكميه كبيره، بيسرع لي الريجينريشن. حاجه تاني ان هو بيرموف الوست برودكت. طب ندخل بقى في النقطه المهمه جدا، الانتي انفلاماتوري افكت. ايه اللي هيفيدني انا في الانتي انفلاماتوري افكت؟ الانتي انفلاماتوري افكت ده هيحسن لي المناعه عندي، هيقلل لي لو في اديمه بحاجات كتير، لان هو بيقلل الليفل بتاع البروستاجلاندين في الوقت اللي هو بيزود لي فيه الفاجوسيتوزيس. ده عكس الانفلاميشن. الانفلاميشن احنا لما بيبقى عندنا انفلاميشن بيزيد كل الحاجات مع بعض، منهم البروستاجلاندين اللي بتعمل لي اصلا اديمه. فليزر بقى فايدته ان هو بيحسن لي الانفلاميشن وبيقلل لي البروستاجلاندين. ده مش كده وبس، ده بيعمل مايكرو سيركيوليتنج افكت وبيحسن لي الميتابوليزم، فده هينفعني جدا في الانتي انفلاميشن وفي الاديما. اهو انتي ايديما افكت، غير ان هو بيقلل البروستاجلاندين هو كمان بيعمل لي حاجه، بيوسع لي الليمفاتيك، بيوسعهولي كده، بيخلي الوست برودكت والحاجات اللي هي البيج مولكيولز اللي بتعمل لي الاديمه يحصل لها ري ابزوربشن. طيب امال ايه الانديكيشن بقى؟ احنا هناخده من الكلام اللي احنا قلنا. اول حاجه ليه سكين ووند اند ألسر بيستخدموه عليه، لان هو بيسرع لي الووند هيلينج. تاني حاجه الفراكشر اللي موجود سواء في حاله اكيوت سواء في حاله كرونيك، لو البيشنت قعد فتره طويله مش بيحصل له اي هيلينج انت لازم هتحط له الليزر. اكيوت اند كرونيك انفلاميشن اوف الماسكولوسكيليتال سيستم زي الاوستيو ارثرايتس والروماتويد ارثرايتس، يا لهوي على النتيجه بتاعته، النتيجه بتاعته حلوه جدا. ده كمان ده مش بيعمل ريجينريشن في الكارتليج والكونكتيف تيشو اللي حوالين البون، لا ده كمان بيقلل الانفلاميشن اللي بيعمل لي بين، يعني وبيعمل لي كمان بين موديوليشن، يعني بيعمل كل حاجه
مريض الاوستيوارثريتس الروماتويد بيعاني منها، وكذلك في حاله الاكيوت اند كرونيك سوفت تيشو انجريز زي التندون زي الليجامنت زي المسل زي النيرف انجري. هتلاقوا حتى الناس اللي شغاله سبورتس انجري مع اللعيبه يعني بتلاقي دايما معاهم جهاز ليزر، بيبقى كده شنطه صغيره معاهم غير الليزر اللي احنا بنجيبه، شنطه كده صغيره غاليه جدا بيبقى فيها كل الاجهزه منهم جهاز الليزر ده، مهم جدا مع السبورتس انجري. وطبعا طبعا هنستخدمه مع النيورو زي ما احنا قلنا الحاجات اللي فيها اي مشكله في النيورو. سبع حاجه بقى التريجر بوينت والاكوبانكشر بوينت ستيميوليشن، زي ما احنا قلنا هو بيخفف البين اللي موجود في المنطقه دي وبيحسن لي البلاد سبلاي اللي رايحه للنقطه اللي هي وجعاه اللي هي التريجر بوينت، فبالتالي يحصل لها هيلينج وتخف بسرعه جدا غير الطبيعي. طيب الكونترا انديكيشن في الليزر ثيرابي، اول حاجه ما ينفعش اجي اهزر مع حد بيه واروح اخليه على عينه، عينه ممكن يحصل لها مشكله في الشبكيه وممكن يتعمي. حتى في اجهزه الليزر اللي هنلاقيها هنلاقي ان جهاز الليزر بيجي معاه نظاره بتاعت علشان تحميك من الليزر. الناس اللي بتتعالج من الكيماوي تاني حاجه الهيموريج، في حاجه تاني لوكالي تو اندوكراين جلاند ما ينفعش في المنطقه اللي فيها اندوكراين جلاند احطه، والبريجننت يوترس ما ينفعش احطه على اليوترس بتاع البريجننت. طيب البريكوشن، اول حاجه الابليبسي الصرع لان انا بزود النيرف كوندكشن فمش هينفع معايا. الفيفر انا بزود بلاد سبلاي وبزود حاجات ممكن تعمل لي فيفر اصلا في المنطقه دي، فلو عنده فيفر ما استخدمهاش. مالجنسي تو ذا لو باك اور ابدومن ديورنج البريجننسي اور منستريشن عشان ما يبقاش قريب من اليوترس. حاله الفيتس حوالين الجونادز ما ينفعش برده، والابيفيزيال لاينز والكونفيوز الحاجات دي كلها الحاجات دي، بس اهم حاجه ان انا ما استخدمه ابقى فاهم يعني انا دلوقتي بيزود لي نيرف كوندكشن بيزود لي بلاد سبلاي، يبقى الحاجات اللي كده هتضرني يبقى ما استخدمهاش. طيب بعد كده ندخل في الميجرمنت وفي الليزر انرجي، ازاي اظبط الجهاز بتاعي، ايه هي البارامترز اللي هستخدمها. اول حاجه الليزر ويفلينس التردد والطول الموجي. انا بقى عندي اهم حاجه عندي الويفلينس، كل ما يزيد الويف لينس كل ما يزيد البنتريشن، تمام؟ كل ما يزيد الويف لينس وبالتالي هيقل الفريكوانس، احنا عارفين ان العلاقه عكسيه. طيب تاني حاجه المود، حددوا continuous or pulsed. الاوتبوت باور، الباور اللي طالع من الليزر قد ايه. طيب ندخل في الويف لينس، الويف لينس انا بحدده ازاي؟ انا دلوقتي جاي استخدم على الوند هيلينج، بالتالي يبقى هو ده سوبرفيشال، يبقى هقلل الويف لينس، هخليه كام؟ حوالي 632.8 نانومتر. يبقى دي اول حاجه الويف لينس انا بظبطه على حسب المنطقه على حسب المشكله اللي عندي. طيب في حاله الديب كونديشن في نوعين عندي انا من الليزر، نوع هيليوم نيون ونوع تاني اسمه جاليوم ارسنايد. النوع الجاليوم ارسنايد ده انا بستخدمه في الديب، لو انا حاله ديب هتلاقي الموضوع ده يعني موجود في الجهاز نفسه. الهيليوم نيون لو انا حاجه سوبرفيشال لان اخره بيخترق لغايه نص او لواحد نانومتر، وبعد كده الدنسيتي بتقل بنسبه 37%، على عكس ده بيدخل لاكتر من 2 مللي انت ونازل. جي اي اي اس ده الويف لينس بتاعه يبقى 904، شوف هنا 632 لكن هنا 904 عشان يدخل معايا لجوه قوي. طيب فور ديب وند والايديما سواء الاكيوت او الكرونيك والديب تريجر بوينت، الديب تريجر بوينت باور، الباور بحدده على ايه؟ على اساس هو اصلا ايه الباور؟ الباور ده الريت بتاع الانرجي اللي بتنتج، تمام؟ يعني هو بناء على الانرجي اللي انا عايزها، بناء على الريت بتاع الانرجي اللي انا عايزها هو ده الباور، سواء لو باور ليزر من 1 لـ 5 او الميديم باور وده اللي غالبا شغلنا كله بيبقى عليه اللي هو الـ 5 لـ 500، يا اما هاي باور ليزر وده مش بنستخدمه ده في السيرجيكال اكتر. طيب بعد كده الباور دنسيتي انا بحددها ازاي؟ الباور دنسيتي يعني الباور اللي بتطلع في على حسب المساحه اللي انا عايزها. يعني ايه؟ يعني انا لو انا حاطط هيد اللي انا بستخدمها دي على جزء حوالي 30 سم، يبقى انا محتاج كام باور علشان
يكفي لي 30 سنتي، يبقى الباور دنسيتي هو مثلا 1 باور لكل سنتي على حسب ما انا محتاج. هو في الطبيعي لما بيبقى فيه لارجر اريا الباور دنسيتي بتبقى قليله، بيتوزع على المنطقه الكبيره دي، على عكس لو سمولر اريا هتبقى هاي باور دنسيتي، ركزه اكتر في الصغيره اكتر من الكبيره. طب امال ايه الانرجي؟ هي بتتقاس بالجول. الانرجي هي الباور اللي انا بطلعه اللي هو اللي احنا لسه قايلينه في خلال قد ايه، المده اللي بحطها على الجسم علشان واطلع منه باور. اهو مثلا لو انا عندي are using a 50 ملي وات ليزر ديفايس at your treat for 1 minute يعني 60 ثانيه، what is the total energy؟ the total energy اول حاجه ال 50 ملي وات هتتحول لوات، هتبقى 5 من 100، يبقى ال 5 من 100 في 60 ثانيه هتطلع 3 جول انرجي، يبقى انا بستخدم الانرجي بتاعتي 3 جول. بعد كده الانرجي دنسيتي، الانرجي دنسيتي دي باختصار هي الباور اوتبوت في التريتمنت تايم اللي احنا قلناها على المساحه اللي انا هستخدمها. يعني انا بشوف بقى كل حاجه انا عايز اطلعها من اول الباور اللي انا طلعته في التريتمنت تايم على المساحه اللي انا هستخدمها. الباور دنسيتي هي الباور على السيرفيس اريا، لكن الانرجي دنسيتي هي الباور في التايم على السيرفيس اريا. طيب ندخل بعد كده في ريكومندد شويه دوز انا بستخدمهم. الثيرابيوتيك ريسبونس بيبقى 1 من 1000 ل10 جول في السنتيمتر لكل سنتيمتر، الاوفر يعني الاكتر من 10 جول. في حالات الاوبن ووند بيبقى 0.5 جول في السنتيمتر. في حاله ان السكين لاك كويس وانا بستخدمه على بسبب مشكله تاني يبقى من 2 ل4 جول. الافرج تريتمنت بيبقى 6 جول. بعد كده هندخل في التريتمنت تايم اللي بديه للمنطقه. زي ما احنا قلنا اول حاجه الانرجي هي الانرجي بير سنتيمتر على البي اي في. البي اي في ده افريج ليزر باور في الملي وات. الاي طيب اللي هي الاخيره هي البيم اريا في السنتيمتر. فور اكزامبل تو ديليفر 1 جول لكل سنتيمتر with 4 من 100 ملي وات افريج باور في الجي اي اي اس ليزر with 7 من 100 سنتيمتر بيم اريا تايم اللي انا عايزه علشان اعالج المنطقه دي هي 1 جول على سنتيمتر على 4 من 1000 اللي هي الوات في 7 من 100 هتساوي 175 ثانيه. الداتا انا عارف ان الموضوع شويه صعب في الحفظ، فلو محتاجين الداتا قولوا لنا واحنا سهلة ان احنا ننزلها. الليزر برامترز تريتمنت الفريكوانسي اللي انا عايزه، يعني انا هقول للبيشنت تعالى لي كل قد ايه. البيشنت هيجي لي 3 ل4 مرات with moderate dose. المودريت دوز احسن بكتير قوي من الهاي او لو دوز او فيو دوز. في حالة الاكيوت كونديشن انا هخليه يجي كتير علشان اخفف له البين، اعمله بين موديليشن واقلل الانفلاميشن اللي حصل عنده. الليزر ثيرابي هاز اكيوميوليتيف افكت. كده احنا خلصنا، هنروح للجزء الجهاز. في اجهزه مصري بتعمل 3 ل 6 وفي اجهزه اللي هي مستورده بتعمل 25 كمان بتوصل على حسب اللي انت عايزه. المصري اهو يمشي معاك، بس مهم ان يبقى في العياده بتاعتك جهاز ليزر. تمام. لو عايزين الانواع بالتفصيل والموضوع ده عندنا الجروب بتاعنا ونتكلم فيه براحتنا. تمام، شكرا. ومعاكم دكتور هيثم، ده دكتوراه في الالكتروثيرابي برضو، هو اللي هيكمل معانا الجزء العام. طيب يظهر لي كونتينوس و33 دايود الخمسه في 200، هو قصده ايه؟ الخمسه السيلفر دول اللي هي هيليوم نيون ليزر، الخمسه دول هم اللي بيطلعوا ليزر الحقيقي. تمام، هيليوم نيون ليزر وهو بيشتغلوا في الكونتينوس مود. الخمسه دول كل طاقه واحده فيهم ب 200 ملي وات. المهم في الاخر الموجودين هنا 33 دايود او دايره صغيره، لمبه صغيره دي 33 واحد. تمام، الليزر فيهم هم الخمسه دول السيلفر. اوكي، كل واحده 30 الانتنس بتاعتها او باور 200 ملي وات. تمام. طيب انا اشتغل ازاي؟
على حسب الكيس الموجود عندي مش هتخرج عن اربع حاجات موجودين هنا في الجهاز بيشتغل عليهم. اروح دايس على الزرار ده بتاع الهوم سكرين او الهوم بوتون، هلاقي اول اوبشن هو كلينيكال انديكيشن، هو ده اللي هدوس عليه انتر من الزرار ده. هلاقي بقى الاربعه مكتوب عليها اربع حالات، يا اما روماتويد ارثرايتس يا اوستيوارثرايتس يا وونت يا هيماتوما. الاربعه دول هم اللي اشتغل عليهم. عندي اوستيوارثرايتس موجوده في الورقه وكمان جايه لي في الكرونيك ستيج، اروح اختار كرونيك واروح دايس انتر تاني. بس هو ظبط كل حاجه، طلع لي البارامتر التايم دقيقه ونص يعني 90 ثانيه، والجولز هي دي التوتال انرجي يعني ال 129 جول هي دي الطاقه اللي هتطلع من المساحه دي كليه. دكتور المساحه الكليه تمام. لو عايز اعرف السنتيمتر الواحد اروح دايس هنا اهو، هلاقي ان 4.2 كل سنتيمتر واحد، ضربت 4.2 في 11.5 المساحه، هلاقي المجموع هيبقى 129. ظبطنا خلاص، اخترنا البارامتر تمام، هندوس على الستارت بالشكل ده، هتلاقي طلع لك رساله از ارمد وبعد كده ريدي. هكون انا حاطط الهيد بتاعتي على المكان اللي اشتغل عليه بالشكل ده، وفي زرار صغير موجود في الهيد من ورا، اروح دايس عليه اشتغل الليزر. تبقى كونتاكت كده تمام، كونتاكت ده الكونتاكت تكنيك. النون كونتاكت هبعد فعلا عن المكان من نص الواحد سنتي، يعني مش هيبقى فيه مباشره. واهم حاجه انا عندي الهيد دي مش موفابل، مش مش هفضل احركها زي الالتراساوند، تبقى ثابته، مش هحتاج كامليك ميديا زي الجيل تمام.